أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حصة من حصص مادة الرياضيات للصف السابع على بركة الله. حصتنا اليوم عليه الجمع والطرح باستخدام خط الأعداد. شوفوا كيف نجري عملية الجمع والطرح للأعداد الصحيحة على خط الأعداد. خدينا أمس في الحصة كيف نرسم خط الأعداد وكيف عيننا عليه أعداد. اليوم بناخد كيف نجري عمليات الجمع والطرح. ناخد المثال ونشوفه كيف يوضح عملية الجمع والطرح. المثال يقول أوجد ناتج 1 + 2 على خط الأعداد. أول خطوة شو بندير؟ نرسم خط الأعداد ونحدد عليه الأعداد، ثم عند النقطة التي تمثل العدد 1 نتحرك خطوتين جهة اليمين. شوفوا معي هذا خط الأعداد. إذن خط الأعداد زي ما قلنا الحصة السابقة يمثل مستقيم، والصفر يفصل ما بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. أنا نبي 1 + 2، معناها العدد وين؟ اللي هو عدد 1. بنضيف لـ2 يعني نمشي خطوتين في اتجاه اليمين. إذن من 1 إلى 2 خطوة، من 2 إلى 3 خطوتين. لاحظوا هذا في اتجاه اليمين. إذن 1 + 2 حيعطينا 3. المثال التالي اللي هو 3 - 6 على خط الأعداد. إذن بنمشي بالسالب يعني نتجه ناحية اليسار. إذن أنا موجودة في العدد 3، بنطرح 6 خطوات. إذن بنمشي 6 خطوات في اتجاه السالب. إذن هذه 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. إذن 6 خطوات وين جتني؟ في سالب 3. إذن 3 - 6 حتعطيني -3. هذه كيف نمثلها على خط الأعداد. إذن أعزائي الطلاب، لما بنضيف أعداد صحيحة بنتجه ناحية اليمين، ولما بنضيف أعداد سالبة يعني بنطرح نتجه ناحية اليسار. ناخذ مثال آخر، شوفوا معي أنا أوجد ناتج -1 + 2 - 3 على خط الأعداد. إذا لاحظوا معي أنا وين عندي؟ في -1 بنضيف 2، يعني وين بنتجه؟ أيوة بنتجه ناحية اليمين، نتجه خطوتين. بعد ما نمشي خطوتين ناحية اليمين عند 2 اللي هي خطوتين، نشوفوا لوين نوصل. إذا أنا في -1، لاحظوا معي هذا خط الأعداد في -1، بنضيف خطوتين، إذا بنتجه في اتجاه اليمين خطوتين، 1 - 2. إذا وين الناتج؟ أعطاني 1. إذا -1 بنضيف لـ2 الناتج يعطيني 1. الخطوة اللي بعدها بنضيف لـ3، يعني نطرح 3 خطوات. إذا وين بنتجه؟ نتجه جهة اليسار. إذا من 1 حنتجه يسارا 3 خطوات، 1 - 2 - 3. إذا وين أعطتني الناتج؟ -2. إذا جرينا العملية جمع وطرح. إذا أول حاجة جمعنا وبعدين طرحنا. شوفوا معي -1 + 2 - 3 أعطتنا -2. إذا اتحركنا خطوتين في جهة اليمين اللي هي الجمع، 3 خطوات في جهة اليسار اللي هي الطرح. نشوفوا توا كيف نجمع عدد صحيح سالب، جمع أعداد صحيحة سالبة. ناخدوا أمثلة، ركزوا معي أعزائي الطلاب لهذه الخطوات. عندي 3 + 2 = 5، باهي 3 + 1 = 4، 3 + 0 = 3. شو بنلاحظ أعزائي الطلاب؟ إذا هنا أضفنا 2، بعدين نقصنا أضفنا 1، نقصنا أضفنا 0. شوفوا الناتج من 5 للـ4 نقص 1 ولا لا؟ من 4 للـ3 نقص 1، يعني كل ما ننقص عدد الإضافة ينقص الناتج 1. كملوا نشوفوا شو نتوقعوا اللي بعده. لاحظوا معي، ترى ركزوا، هذه 2 - 1 - 0، شو تتوقعوا بعد الصفر؟ بنمشي للسالب، يعني حيكون هنا شني؟ شو بيكون عندي هنا أعزائي الطلاب؟ ترى فكروا شوية، 2 - 1 - 0، شن بعدها؟ أيوة -1. شوفوا معي، إذا 3 بنضيف لها -1، شن تتوقعوا الإجابة؟ شوفوا معي، نرجع للسابق،
إذن كل ما نقصد خطوة من هنا واحد نقص، الناتج نقص واحد. إذن هنا شو بتتوقعوا الناتج؟ ترى فكروا معي. تمام، الناتج حيكون اثنين. أيوة، إذن لما نضيف 3 زائد ناقص 1 تعطينا 2، يعني لما ناخذ عدد صحيح موجب ونضيف لعدد صحيح سالب حتصبح عملية طرح. إذن 3 بنطرح منها الواحد تعطينا 2، شوفوا معي. أيوة، إذن كيف أصبحت إضافة العدد السالب حتصبح عملية طرح. إذن 3 ناقص 2، 3 ناقص 1 الناتج 2. باهي، من الخطوات هذه نقدر نعمم على جميع الأعداد الصحيحة. ترى فكروا معي كيف حيكون التعميم. تمام، التعميم إن لما يكون عندي عددين صحيحين واحد موجب والثاني سالب نضيف، يعني العدد الموجب بنضيف لعدد صحيح سالب اللي هي جمع عدد صحيح سالب. إذا عندي عدد موجب ونضيف لعدد صحيح سالب حتصبح تتحول من عملية الجمع إلى الطرح. شوفوا معي القاعدة، ألف زايد ناقص باء، يعني هذا موجب وهذه سالبة، أصبحت شني ألف ناقص باء، يعني تصبح عملية طرح. والألف والباء شو بيكونوا؟ شوفوا اللي بعدها، طرح، هذا موجب وهذا موجب. إذا أصبحت عملية طرح لعددين موجبين، أصبحت ألف ناقص باء. يعني شو معناها القاعدة هذه؟ إن لما يكون عندي صحيح موجب ونضيف له سالب حتتحول العملية من الجمع إلى الطرح، طرح عددين موجبين. إذن حيث إن ألف وباء أعداد صحيحة موجبة. إذن عاود أعزائي الطلاب، عندما نجمع عدد صحيح سالب إلى عدد موجب حتتحول من عملية الجمع إلى عملية طرح، طرح أعداد موجبة. باهي، شوفوا توا اللي بعدها، طرح عدد صحيح سالب، يعني بنطرح المرة هذه سالب، بدل ما نجمع نطرح. شوفوا الخطوات، شوفوا معي، 3 ناقص 2 أعطتني 1، هذا موجب وهذا موجب وطرحناهم. باهي، 3 ناقص 1 2، 3 ناقص 0 3. باهي، 3 ناقص ناقص 1 شو بتتوقعوا؟ شوفوا معي، كل ما عندي هنا 3 ناقص 2، يعني طرحنا 2، بعدها شنو نقصنا؟ 1، 0، شنو يصير للناتج؟ بيزيد. كل ما نطرح، كل ما تنقص القيمة المطروحة، كل ما تنقص الناتج بيزيد. إذا أنا من 0 نقصت 1، ترى شنو تتوقعوا الإجابة؟ 1 زدناها 1 2، 3 زدناها 2 زدناها 1 3. إذا شو بندير للثلاثة؟ أيوة، بنزيدها 1، شنو تولي لنا؟ مزبوط، حتولي لنا 4. شوفوا معي، 3 سالب سالب 1 حتعطينا 4. إذا 3 ناقص ناقص 1 حتتحول إلى 3 زائد 1 تساوي 4. إذا نعاود مرة ثانية في طرح الأعداد السالبة. إذا لما نطرح العدد السالب حتتحول، طرح السالب حتتحول إلى عملية جمع وحتصبح 4. نفس الطريقة حناخد القاعدة نعممها لكل الأعداد الصحيحة السالبة. إذا كان عندي عدد صحيح هذا موجب وهنا طرحنا منه عدد سالب حيتحول إلى عملية جمع، جمع عددين موجبين اللي هي ألف، حيث ألف وباء أعداد صحيحة موجبة. نوقف شوية على نقطة طرح الأعداد السالبة، كيف يا أعزائي الطلاب تتحول إلى موجبة؟ لو تتذكروا حصة السابقة لما شرحت لكم عدد سالب، سالب يعني عندي حاجة ناقصة نبي نوفيها. جبنا المثال لو تتذكروا الدين، يعني لما مثلا مشيت للدكان وشريت بضاعة مثلا كلفتني 15 دينار وأنا عندي 10 دينار، إذا كم ناقص عندي؟ ناقص عندي 5، إذا كيف نعبر عليها بسالب 5؟ باهي نبي السالب 5 هذه نحولها، يعني نطرحها. شنو معناها نحولها نطرحها؟ يعني معاش يبدأ عندي دين بنحولها، معناها العشرة اللي عندي هذه اللي بندفعها لصاحب المحل، هل بندفع 10 ولا بنضيف لها 5؟
أيوة بنضيف 5، إذا بيصبح المبلغ عندي 15، إذا أضفت للعشرة 5، إذا كيف طرحت السالب؟ يعني طرحت 10 سالب سالب 5 أصبحت إضافة، إذا تصبح موجب 5 وبالتالي تعطيني 15. إذا هذه حاجة ناقصة، أني ناقصة نبي نتخلص منها، بنطرحها إذا بعملية إضافة، بنجيب حاجة بنضيفها. المثال الثاني اللي هو قلنا إن مثلا عندي 5 طالبات وأني معي 3 كتب، لما بنعطي للطالبات كم طالبة مازال تبي كتب؟ طالبتين، يعني بنعبر عليها بناقص 2، يعني بنحول الناقص 2 هذه، ما عادش يبدأ عندي السالب 2، بنطرحها، بنحاولها، نطرحها يعني بنحاولها. إذا كيف بنحاولها؟ إذا 3 كتب هذه شو بيصير لها؟ بنضيف لها كتابين تولي 5، إذا الطرح هذا من السالب حيتحول إلى عملية جمع، وبالتالي السالب طرح السالب حيتحول إلى موجب. فشوفوا معي سالب سالب اتحولت إلى موجب، أعطتنا 4. إذا بصفة عامة دائما لما نطرح السالب حيتحول إلى عملية جمع، جمع أعداد موجبة. إذا لاحظوا سالب في السالب حيولي لي موجب، والجمع السالب لاحظوا معي موجب وسالب حيحول إلى سالب. إذا لاحظوا أعزائي الطلاب إن العدد سالب أنا ما تغيرش، قاعدة سالبة، إذا الإشارة موجبة ما أثرتش في الإشارة هنا، اللي هي موجب في السالب قاعدة سالب، سالب في الموجب تغيرت إلى سالب. إذا لاحظوا السالب يغير الإشارة اللي بعدها، إذا حتولي موجبة، الموجبة لا يغير السالبة. هذه الملاحظات شوفوها مع بعض، الملاحظات إن إذا اختلفت الإشارة نضع إشارة العدد الأكبر ونطرح العددين، إذا عندي واحد موجب وواحد سالب حنطرح ونحط الإشارة. يعني مثلا نرجع للمثال، عندي 5 كتب وعندي سالب 2، لو بنطرحها بيعطيني 3، إذا سالب 2 سالب 3، إذا ما زال عندي السالب سالب 5. إذا لما تكون عندي إشارات مختلفة حنطرح وناخذ إشارة الأكبر. إذا تساوت الإشارات حنجمع العددين ونضع نفس الإشارة. إذا زي ما قلنا أعزائي الطلاب، إذا تساوت الإشارات نجمع العددين ونضع نفس الإشارة أمام الناتج. باه نشوف الملاحظة اللي بعدها، الإشارة الموجبة لا تغير الإشارة التي بعدها، والإشارة السالبة تغير الإشارة التي بعدها. هذه الملاحظات نراعيها لما نجري عمليات الجمع والطرح في الأعداد السالبة. ناخذ مثال 5 + -2، إذا شوفوا معي خدينا الملاحظة إن الموجب ما يغيرش، إذا موجب في السالب حتعطيني سالب، يعني 5 - 2 حتعطينا 3، 2 - 4، إذا السالب غيرت الموجب، إذا أعطتني 2 - 4. إذا لما نشوف أعزائي الطلاب عمليات الجمع والطرح، إذا نشوف عملية لو عندي جمع حتقعد الإشارات العددين كما هي، 5 - 4، إذا نتعامل إن 5 هذه موجبة و2 - 2 و2 - 2، إن عندي عدد موجب وعدد سالب، ما عادش ننظر لعملية جمع أو طرح، لا، ننظر هالعددين شن إشارتهم؟ لو متشابهة بنجمع ونضع الإشارة، لو مختلفة بنطرح ونضع إشارة الأكبر. إذا 5 موجبة و2 سالبة، إذا بنطرح ونحط إشارة الأكبر، ما دام مش مكتوبة إشارة خديناها الحصة السابقة إن الإشارة موجبة. بعد نفس الطريقة زي ما قلنا السالب حيغير، إذا يصبحوا عددين 2 موجب و4 سالب، إشارات مختلفة، نطرح ونضع إشارة الأكبر، 4 أكبر إذا سالب 2، 4 - 2 - 2 وإشارة الأكبر اللي هي سالبة. إذا نعاود مرة ثانية أعزائي الطلاب، خلاص لما نجي نجري عملية جمع وطرح للأعداد السالبة، السالب يغير الإشارة اللي بعدها والموجب لا يغير، يصبح عندي عددين ولهما إشارتهما. نشوف إشارتهما إذا كانت متشابهة نجمع ونضع الإشارة، وإذا كانت مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر. شوفوا المثال الثالث، موجب
زي ما قلنا موجب مش حيغير الإشارة، إذا بتقعد شنو 8 ناقص 3، إذا هذه موجبة وهذه سالبة، نطرح ونضع إشارة الأكبر. 5 ناقص 8 ناقص 5 3 5 8 ناقص 3 5 وإشارة الأكبر 8 الأكبر إشارتها موجبة، إذا الناتج إشارتها موجبة. شوف اللي بعدها، سالب 3 زائد سالب 1، إذا الموجب مش حتغير الإشارة، إذا سالب 3 سالب 1، إذا هذو العددين هذا إشارته سالبة وهذا سالبة، إذا الإشارتين شنو يا أعزائي الطلاب؟ متشابهة، إذا متشابهة بنجمع ونضع الإشارة، إذا نجمع 3 زائد 1 4 ونضع الإشارة. شوفوا مثال 5، ناقص 7 ناقص ناقص 9، إذا هذه الإشارة السالبة حتغير اللي بعدها، إذا شو بتولي لنا؟ ناقص 7 زائد 9. إذا شوفوا نفس الطريقة، العددين شنو إشارتهم؟ مختلفة، إذا بنطرح وناخذ إشارة الأكبر، 9 ناقص 7 2 و9 إشارتها موجبة أكبر، إذا الناتج بالموجب. إذا نرجع أعزائي الطلاب، نرجع بسرعة نمر على التمارين، إذا زي ما قلنا نراجعوا بسرعة إن الإشارة الموجبة شنو تدير؟ ما تغيرش الإشارة اللي بعد. السالبة تغير الإشارة، سالب في السالب حيعطيني موجب، بعدها ننظر للعددين كل عدد وإشارته. إذا كان العددين إشارتهم متشابهة حنجمع ونضع الإشارة، إذا كان العددين إشارتهم مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر. إذا نشوفوا معاي نعاود بسرعة، الموجب ما غير ليش إشارة 2 إذا سالبة، السالب غير إشارة 4 سالب، الموجب ما غير ليش 3 سالب، الموجب ما غير ليش 1 سالب، السالب غير إشارة 9 موجب. بعدها خلاص بعد ما درنا العمليات الإشارة نشوف ننظر للعددين، هذا عدد وهذا عدد شن إشارتهم مختلفة، إذا نطرح ونضع إشارة الأكبر، هذا عدد وهذا عدد مختلفة نطرح إشارة الأكبر، هذا عدد وهذا عدد نطرح ونضع إشارة الأكبر، هذا عدد وهذا عدد إشاراتهما متشابهة نجمع ونضع الإشارة، هذا عدد وهذا عدد إشارتهما مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر. هذه مراعاة عمليات الجمع والطرح في الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة. توا ننتقل لضرب الأعداد، ضرب عددين بإشارتين مختلفتين، يعني واحد بالموجب وواحد بالسالب. نشوفوا الخطوات، لاحظوا معي 3 في 9، 3 في 3 تساوي 9، 3 في 3 تساوي 9، يعني الاثنين إشارتهم موجبة، الناتج هو هو. شوفوا اللي بعدها، 3 في 2 تساوي 6، 2 في 3 بتساوي 6، بدلنا الأماكن. شوفوا معي 3 في 1 1 في 3، 3 في 0 و0 في 3. ركزوا معي يا أعزائي الطلاب، شو بنلاحظ؟ هنا العدد زي ما هو نفسه 3، لكن هنا التكرار انقص، كل مرة انقص 1. الضرب هو تكرار لعملية الجمع، يعني 3 بنجمعها 3 مرات، هنا 3 بنجمعها مرتين، هنا مرة، هنا 0، فيش. إذن التكرار ينقص، إذن لاحظوا كل ما انقص التكرار نقص الناتج ب 3، اهي 9 6 3 0، نفس الكلام لو هذه الأعداد وضربناها في التكرار، إذا الأعداد كل ما تنقص واحد معناها العدد ينقص 3، لأن التكرار 3، باهي معناها تواني عندي شوفوا 3 2 1 0، شنو اللي بعد الصفر؟ شنو تتوقعوا؟ أيوة ناقص 1، نفس الطريقة شنو تتوقعوا هنا؟ ناقص 1، نشوفوا شو بيكون الناتج. شوفوا معايا أعزائي الطلاب، 3 في سالب 1، شفتوا الناتج؟ سالب 3، هي نفسها سالب 1 في 3 بسالب 3، إذا خاصية الضرب لعددين مختلفين للإشارة، نضع الإشارة السالبة ونضرب، إذا شوفوا معايا 3 في 1 3 والإشارة السالبة، يعني موجب في السالب حيعطيني سالب، اللي هي شفتوا القاعدة كل ما نقصنا 1 انقص الناتج 3، إذا 9 6 3 0، إذا بينقص على الصفر سالب 3. إذا ناخذ عليها أعزائي الطلاب تعميم، نلاحظ أنه كلما نقص 1 في كل خطوة شنو صار؟ نقص الناتج 3. با شوفوا التعميم، أن ألف في ناقص با شنو أعطتنا؟ ناقص ألف با، يعني الألف هذه
موجبة وهذه سالبة، إذا الناتج حيعطينا بالسالب ألف وباء، بحيث الألف والباء تكون أعداد موجبة، إشارتها هذه موجبة وهذه إشارتها سالبة. إذا هذا التعميم يعني نفس الطريقة، ناقص ألف في موجب باء حيعطيني ناقص ألف باء، إذا ألف وباء عددان صحيحان. إذا شو بنستنتج من القاعدة هذه، التجربة، الخطوات اللي درناها، إن لما نضرب عددين صحيحين مختلفين الإشارة، واحد موجب والثاني سالب، حيكون الناتج بالسالب. يعني دائما ضرب عددين مختلفين الإشارة حيكون الناتج بالسالب. باهي نشوف القاعدة الثانية، ضرب عددين صحيحين سالبين، يعني هما اثنين بالسالب. شوفوا ثلاثة في سالب ثلاثة، أخذناها هنا في القاعدة إنه بيعطينا بالسالب. اثنين في سالب ثلاثة سالب ستة، واحد في سالب ثلاثة سالب ثلاثة، صفر في سالب ثلاثة صفر. إذا شو بتلاحظوا أعزائي الطلاب؟ لما نضرب عدد سالب في عدد موجب، شوفوا معي سالب تسعة ولا لا؟ بنقص العدد واحد، إذا الناتج زاد ولا نقص؟ ترى شو تتوقعوا؟ ناقص ستة أكبر من ناقص تسعة ولا لا؟ أيوة ناقص ستة أكبر، أكبر منها بثلاثة، إذا أضفنا للناقص تسعة ثلاثة فأعطتنا سالب ستة، سالب ثلاثة أكبر من سالب ستة بكم؟ بثلاثة. صفر أكبر من سالب ثلاثة بكم؟ بثلاثة. إذا شو تتوقعوا لما نجي نضرب سالب في السالب؟ لما نضرب سالب واحد في سالب ثلاثة بنضيف للصفر ثلاثة، إذا أعطتني ثلاثة. إذا لاحظوا الضرب سالب في السالب حيتحول لنا إلى موجب، وضرب العددين واحد في الثلاثة. إذا شوف لاحظ كلما نقص واحد في كل خطوة زاد الناتج، لنا بالسالب. أنت بتنقص السالب إذا بتزيد القيمة. وعليه شوفوا القاعدة، سالب في السالب حيعطيني موجب، ألف في باء، ألف وباء عددان صحيحان موجبان. إذا نجو لقاعدة ضرب عددين صحيحين، عندنا إن يا إما يكونوا مختلفي الإشارة اللي هي أخذناها هنا، الناتج دائما يكون بإيش أعزائي الطلاب؟ بالسالب. أو يكونوا سالبين يعني إشارتهم متشابهة. باهي واحد منكم يسأل يقول له علاش ما خديناش موجبين؟ موجبين هي نفس الأعداد اللي خديناها من أولى ابتدائي، كنا نتكلم على الأعداد الكلية اللي هي أعداد موجبة، دائما الناتج بالموجب. إذا اللي جديد علينا هو الأعداد السالبة. إذا خدينا توا قاعدة الأعداد السالبة، إشارات مختلفة الناتج يكون بالسالب، الإشارات متشابهة سالب سالب حيكون الناتج بالموجب. شوفوا الملاحظة. من ذلك اللي توا مرينا عليه شو بنستنتج منه؟ زي ما قلت لكم، إذا كانت مختلفة حيكون سالب، وإذا كانت متشابهة حيكون موجب. إذا من ذلك نستنتج قاعدة الإشارات في حالة الضرب، وهي إذا تساوت الإشارات تكون إشارة الناتج موجبة. إذا لما تكون متساوية، اثنين موجبات عارفينها من قبل، إذا من اللي جديد علينا؟ السالبات. لما يكون اثنين سالبات الناتج شو بيكون؟ ايوه بيكون موجب. باهي واذا اختلفت تكون الاشاره سالبه. خلاص حفظتوها؟ ترى لما يكونوا مختلفات، ايوه لما يكونوا مختلفات الناتج بالسالب، لما يكونوا متشابهات الناتج بالموجب. تمام. ومنها القاعده نحل بها التمارين، ناخذوا تمارين اللي هي الامثله. شوفوا معي، تسعة في ثمانية أهو اثنين موجبات، الناتج يكون موجب. تسعة في ثمانية أهو 72، سالب وموجب، إذا هذه سالبة وهذه موجبة مختلفات، إذا شو بيكون الناتج؟ أيوة سالب. ونضرب ثمانية في اثنين ب16، موجب وسالب، شنو الناتج حيكون؟ سالب. سبعة في ستة 42، لاحظوا هذه سالب، هذو اثنين شنو موجبات؟ موجب في الموجب حيعطيني أربعة، أربعة موجبة واحد سالب حيعطيني سالب في الأربعة حيشم بيعطيني أعزائي الطلاب؟ أيوة سالب أربعة. وعندي هذه سالب ثلاثة، إذن ضرب اثنين في اثنين أربعة موجبة، في سالب واحد إشارات مختلفة أعطاني سالب، بعدها سالب وسالب إشارات متشابهة حيعطيني الناتج بالموجب اللي هو أعطاني 12. شوفوا التمرين اللي بعده، قال لك انقل ثم أكمل في المربع بالعدد المناسب. يعني نبي نشوفه هنا،
شو تلاحظوا أعزائي الطلاب؟ هذا الناتج سالب، باهي هذه موجبة، معناها شو بتكون هنا سالبة ولا لا؟ لأن طالما الناتج بالسالب معناها العددين شو بتكون إشارتهما؟ تمام، إشارتهما شنو؟ مختلفة، واحد موجب واحد سالب، أعطيني التسعة موجبة، إذا اللي في المربع حيكون سالب، باهي كم؟ اللي هي عملية عكسية، شو اللي نضربه في التسعة يعطيني 18، عملية عكسية 18 قسمة 9 أعطيني 2 والإشارة سالبة، إذا أنا شوفوا معاي الناتج سالب 2، نفس الطريق الناتج سالب، أعطيني هذا سالب معناه العدد هنا شو بيكون؟ موجب، تمام، شو اللي نضربه في السبعة يعطيني 28، إذا عملية عكسية، 28 قسمة 7 4، إذا يكون 4 والإشارة موجبة، أيوه، إذا 4 بالموجب. باهي شوفوا معي هذه 24 موجبة، إذا لازم يكونوا هنا إشارتهم شنو؟ متشابهة، 3 موجبة، إذا العدد حتى هنا شو بيكون؟ بالموجب. شو اللي نضربه في 3 بيعطيني 24، إذا ندير العملية عكسية، 24 قسمة 3 أعطتني 6 8، إذا الإجابة 8، 8 في 3 ب 24. باهي الناتج صفر، الناتج صفر، إذا عارفين إن أي حاجة نضربها في صفر حتعطيني صفر، إذا هنا العدد حيكون صفر، عندي هنا سالب 6، إذا سالب 2 في سالب 3 حتعطيني موجب، سالب في السالب بموجب، أنا نبي سالب، إذا لازم حتكون هنا الإشارة سالبة، لأن باش لما نضرب سالب في السالب موجب، موجب في السالب بسالب، باهي أنا الناتج 6. باه 2 في 3 ب 6 معناها كم حيكون هنا؟ اللي ما يغير ليش الناتج؟ 1، إذا الناتج حيكون سالب 1، شوفوا معاي سالب 1. باهي نجي لي آخر تمرين، عندي سالب 18، لاحظوا هذا موجب وهذا سالب، إذا نبي الإشارات مختلفة، باهي لو حطيت سالب، سالب في السالب موجب في الموجب موجب، إذا ما تنفعش السالب، إذا لازم نحط موجب، موجب في السالب بسالب وسالب في الموجب بسالب، إذا أهي 9 في الواحد بتسعة لكن أنا نبيها 18، إذا لازم يكون العدد هنا شنو هو؟ اللي هو العدد 2، إذا الإجابة هنا أعزائي الطلاب اللي هي 2، لاحظوا راعينا الإشارات لما تكون مختلفة، اللي هي الإشارات في ضرب الإشارات مختلفة تعطينا دائما الإشارة السالبة، متشابهة سواء 2 موجبات أو سالبات تعطينا الإشارة موجبة. خدينا ضرب الأعداد والإشارات، توا ناخذ قسمة الأعداد، شوفوا قسمة الأعداد، شوفوا معايا أعزائي الطلاب وركزوا معايا شوية، إحنا عارفين في عملية الضرب إن 3 ضرب 4 تعطينا 12، باهي لو خدنا عملية عكسية لو قسمنا 12 قسمة 4 حتعطيني 3 أو العكس 12 قسمة 3 حتعطيني 4، إذا 12 قسمة 4 تعطيني 3 اللي هي العملية لما نرجع بالعكس، إذا 3 ضرب 4 12، ولو نبي أحد العددين نقسم الناتج في المقسوم عليه اللي هي 12 قسمة 4 عطتنا 3، باهي طبق الكلام هذا حتى على الأعداد السالبة، سالب 3 في سالب 4 ضرب الإشارات سالب في الموجب بسالب أعطتني 12، باهي لو درنا العكس 12 قسمة 4 حتعطيني الناتج هذا اللي هو سالب 3، إذا سالب 12 قسمة 4 أعطتني سالب 3، باهي شوفوا اللي بعده، سالب في السالب خديناه في قاعدة ضرب الإشارات، إذا سالب في السالب إشارات متشابهة تعطيني موجب، باهي لو عكسنا 12 قسمة 4 سالب 4 حتعطيني الناتج سالب 3، 12 قسمة سالب 4 أعطتني سالب 3، باهي شوفوا اللي بعدها، موجب في السالب بسالب، إذا 3 في سالب 4 أعطتني سالب 12، باهي لو خدينا العكس سالب 12 وقسمناها على سالب 4 حتعطيني الناتج هذا اللي هو 3، إذا سالب 12 قسمة سالب 4 أعطتنا 3، شنو بنلاحظ أعزائي الطلاب؟ شوفوا معي العمليات، هذو 2 موجبات الناتج أعطاني لو من الضرب مشينا للقسمة أعطاني موجب، هذه سالب وموجب، هذه في الضرب العكس عملية القسمة أعطتني سالب، هذو 2 سالبات أعطتني موجب، نفس الطريقة في القسمة موجب قسمة سالب أعطتني سالب، باه
موجب في السالب أعطتني سالب، في القسمة سالب قسمة سالب أعطتني موجب. إذن شو بنلاحظ من الخطوات اللي درناها أعزائي الطلاب؟ نطلع منها قاعدة الإشارات في عملية القسمة في الأعداد الصحيحة. لما نجي نقسم عددين إشارتهم متشابهة، هادو عددين إشارتهم متشابهة، الناتج اطلع بالموجب، يعني اثنين موجبات اطلع بالموجب. بعد نشوفوا متشابهة سالبات شن بيطلع؟ هادي متشابهة سالبات، حتى هو شن اطلع؟ موجب. إذن لما نقسم عددين متشابهين في الإشارة سواء اثنين سالبات أو اثنين موجبات، الناتج حيكون بالموجب. باهي لما يكونوا مختلفين، هذه سالبة وهذه موجبة، الناتج طلع بالسالب، موجب وسالب اطلع بالسالب. إذا نلخص القاعدة في القسمة، لو نلاحظوا لو نركزوا شوية أعزائي الطلاب، قاعدة القسمة زي الضرب ولا لا؟ لما نضرب موجب في السالب يعطيني سالب، ولما نضرب سالب في السالب أو موجب في الموجب يعطيني موجب. إذا نفس الطريقة حتى في القسمة، قسمة عددين مختلفين الإشارة يعطيني سالب، قسمة عددين متشابهين في الإشارة حيعطيني موجب. آية نشوف الاستنتاج، إنه ناقص ألف قسمة با يعني مختلفين في الإشارة سالب وموجب، شن أعطتني؟ سالب. با موجب سالب، شن أعطتني؟ سالب. سالب سالب أعطتني موجب. إذن الإشارات مختلفة في القسمة تعطيني سالب، إشارات متشابهة تعطيني موجب. إذن قاعدة القسمة والضرب نفس القاعدة، في الضرب إشارات مختلفة سالب، في القسمة إشارات مختلفة سالب، في الضرب إشارات متشابهة موجب، في القسمة إشارات متشابهة موجب. ناخذ عليها الملاحظة اللي هي توا قلناها، فإن في حالة القسمة اختلفت الإشارات الناتج يكون سالب، وإذا تساوت يكون موجب. شوفوا الأمثلة، قسمة هذه إشارات متشابهة اثنين موجب، إذا الناتج موجب، هذه موجبة وسالبة، إذا شفتوا الناتج بالسالب. ونقسم قسمة عادية 55 قسمة 11 أعطتني 5، إذا ننظر الإشارات هذه سالب وهذه موجب. إذا أول حاجة نحط الإشارة سالب، وبعدها نقسم قسمة عادية 20 قسمة 4 أعطتني 5. هذه إشارات متشابهة سالب سالب، معناها الإشارة موجبة، ما حطيتش الشيء معناها موجب. ونقسم عادي 3 قسمة 6، طبعا هنا الناتج 3، طبعا المفروض أعزائي الطلاب 3 قسمة 6 الناتج هنا ثلث وليست 3، إذا الناتج هنا عندنا المفروض يكون ثلث لأن 3 قسمة 6. نجولي التمرين الثاني، يبي أن نكمل في المربع. شوفوا معي هذه قسمة سالب 8 الناتج بالموجب، باهي ما دام العدد سالب 8 والناتج بالموجب معناه العدد الآخر شو بيكون؟ زي نفس الإشارة، إذا حتكون هنا إشارة سالبة. باهي أني نبي شو اللي نقسم على 3 يعطي 8 يعطيني 3؟ عملية عكسية، إذا نضرب 3 في 8 تعطيني 24، إذا الناتج حيكون سالب 24. باهي هنا إشارة سالبة، باهي 9 عندي موجبة، معناها ما دام سالب العددين شو بتكون إشارتهم؟ أيوه بتكون إشارتهم مختلفة، أعطيني 9 بالموجب معناها العدد اللي هنا حيكون بالسالب. باهي أني الناتج 3، إذا شن يكون المقسوم أنا؟ شن اللي بنقسمه يعطيني 3؟ 9 قسمة 3 3، إذا هنا حيكون الناتج سالب 3، الإجابة سالب 3. باهي نفس الطريقة، هذه إشارة سالبة والناتج سالب، إذا الإشارات حتكون مختلفة، طالما هذا سالب حيكون هذا موجب. إذا شن اللي بنقسم على 28 يعطيني 4، اللي هي 28 قسمة 4 حتكون 7، إذا الإجابة هنا موجب 7، وهي الإجابة موجب 7. خدينا العمليات اللي هي الجمع والضرب والقسمة والطرح وكيف راعينا الإشارات، توا نجو لترتيب العمليات الحسابية. أعزائي الطلاب، ترتيب العمليات الحسابية هذه يعتبر درس مش جديد عليكم، واخدينا في الابتدائي، ترى أرجعوا بالذاكرة شوية، أكيدة أكيدة متذكريننا شنو ترتيب العمليات اللي هي شنو عندنا أعزائي الطلاب؟ عمليات، تمام، عمليات كبرى وعمليات صغرى. باهي وشن عندنا تاني؟ باهي خلي قبلنا نفكر في الحاجة التانية، شن هي العمليات الكبرى؟ أيوة اللي هي عملية القسمة والضرب، والعمليات الصغرى الجمع والطرح. ترى أرجعوا تذكروا
لما يكون عندي عمليات كبرى وصغرى من نجري الأول؟ ذكرتوها؟ تمام، أيوة، إني نجري عمليات الكبرى ثم العمليات الصغرى. باهي لو عندي نفس العمليات، نفس المستوى في العمليات، يعني كلها مثلا صغرى، نبدأ من اليمين إلى اليسار، أو عندي كلها كبرى نبدأ من اليمين إلى اليسار. إذن خدينا ترتيب العمليات السنوات السابقة في الابتدائي، العمليات الكبرى اللي هي الضرب والقسمة، العمليات الصغرى الجمع والطرح. لما تكون عندي عملية حسابية فيها كبرى وصغرى نجري الكبرى أولا ثم الصغرى. لما يكونوا نفس المرتبة نبدأ من اليمين إلى اليسار. باهي عندنا حاجة تانية من غير الكبرى والصغرى، نلقى مرات أقواس. إذن شو بندير؟ نجري العملية اللي داخل الأقواس أولا ثم نخرج خارج الأقواس ونراعي العمليات الكبرى والصغرى. نشوف الكلام هذا اللي هو ترتيب العمليات الحسابية. شوفوا معاي، 1 + 2 + 3 = 1 + 2 = 12. شن صار؟ هذه صغرى وهذه صغرى وهذه كبرى. إذن جرينا العملية اللي هي 3 × 4 = 12. باه شن ندير بعدها؟ نجمع، نمشي من اليمين إلى اليسار، 1 + 2 = 3 = 12. زي ما قلنا ننظر للعدد هذا موجب والعدد هذا سالب، إشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر. إذن نجري عملية الضرب، إن وجدت لقيناه درناه، ثم الجمع أو الطرح من اليمين إلى اليسار. باه شوفوا معاي، توا شنو عندي؟ عندي هذه كبرى وهذه صغرى وهذه كبرى. إذا بنجري العملية الكبرى، هذه 3 × 7 هي 21، والكبرى الثانية 3 × 3 = 3 1، قاعدة الصغرى هي الأخيرة اللي هي 21 - 1 أعطتنا 20. إذا جرينا عملية الضرب ثم القسمة من اليمين إلى اليسار، وبعدنا جرينا العملية الصغرى اللي هي عملية الطرح. شوف التمرين اللي بعده، شوفوا معي، هذه عملية صغرى، هذه عملية كبرى، هذه عملية صغرى. إذا بنجري الكبرى هي الأولى، إذا ناهي 8 نزلت ناقص 12 + 4 أعطتني ناقص 3، موجب قسمة سالب أعطتني سالب، و12 قسمة 4 أعطتني 3 + 4. توا العمليات كلها في مستوى واحد، إذا نبدأ من اليمين إلى اليسار، 8 - 3 = 5 + 5 أعطتني 10، الناتج يساوي 10. إذا جرينا عملية القسمة أولا اللي هي الكبرى، بعدها الطرح، وبعدها الجمع. التمرين اللي بعده، شوفوا معي، 8 + 9 صغرى، لكن 9 في 10 كبرى، 10 + 2 كبرى. إذا بنجري العمليات الكبرى، إذا بنجري الضرب من اليمين إلى اليسار اللي هي 8 نزلناها، وبعدها 9 في 10 = 90 قسمة 2. بعدها نجري العملية الكبرى الثانية، إذا بدينا من اليمين إلى اليسار جرينا الضرب، توا نجري القسمة، بعدها نرجع للجمع، 90 قسمة 2. إذا نشوفوا 8 نزلناها، جرينا العملية الكبرى أعطتنا 45، بعدها ننهي العملية بالصغرى اللي هي تساوي 53. إذن شفنا ترتيب العمليات الكبرى والصغرى، إن نجري الكبرى أولا من اليمين إلى اليسار لو عندي أكثر من عملية كبرى، ثم العمليات الصغرى ونفس الطريقة لو عندي صغرى من اليمين إلى اليسار. إذن نجرينا عملية الضرب اليمين، وبعدها اليسار قسمة، وبعدها الجمع. باهي زي ما قلت بدري شوية، قلنا عندنا كبرى وعندنا صغرى وعندنا مرات يكون فيها أقواس. إذا نشوفوا في وجود أقواس نقوم أولا بإزالة الأقواس زي ما قلنا بدري شوية، ولا لا؟ أيوة، وبعدها نراعي العمليات الكبرى والصغرى. شوفوا معي، 2 ضرب 7 - 6 قسمة. إذا ما ننظرش توا أعزائي الطلاب للكبرى والصغرى، لا، عندي أقواس، إذا أول حاجة نزيل الأقواس. إذا نجري العملية اللي داخل القوس أولا اللي هي 7 - 6، إذا شن تصبح؟ 12 في الناتج هنا 1 + 6، خلاص توا أصبحت عندي عمليات كبرى. إذا نجري عمليات من اليمين إلى اليسار، 12 × 1 = 12 قسمة 6 تساوي 2.
نفس الطريقة عندي أقواس، إذا عملية كبرى عملية صغرى وعندي أقواس. إذا نجي للعملية اللي داخل القوس اللي هي الطرح، إذا 8 موجب ولا 12 سالبة، إشارات مختلفة. شو قلنا؟ نطرح وناخذ إشارة الأكبر، إذا الناتج ناقص 4، قسمة 4 زائد 5. نجري العملية الكبرى، سالب قسمة موجب يعطيني سالب، وأربعة قسمة أربعة واحد، باهي. إذا فضل سالب 1 زائد 5، إذا بنجمع زي ما قلنا بننظر هذا إشارته سالبة وهذا إشارته موجبة، إذا إشارات مختلفة، بنطرح وناخذ إشارة الأكبر، وبالتالي الناتج كم يساوي لنا؟ 4. مثال اللي بعده، شو بنلاحظوا أعزائي الطلاب؟ عندي أكثر من قوس، عندي القوس الداخلي وعندي القوس الخارجي. لما يكون عندي أقواس داخلية وأقواس خارجية حنجري القوس الداخلي أولا، ثم نطلع للقوس الخارجي، ثم نراعي ترتيب العمليات الكبرى والصغرى. إذا أول حاجة بنجري القوس الداخلي اللي هو 5 زائد 30، أعطتني 35، قسمة 5 زائد 2، إذا 5 زائد 2، هل نجري 5 زائد 2؟ لا، هذا توا داخل القوس الكبير، عندي عملية كبرى وعملية صغرى، إذا نجري اللي داخل القوس، 35 قسمة 5، إذا جرينا العملية الكبرى أولاً، أعطتنا 7 وزايد 2، ما زال داخل القوس، هل نقسم؟ لا، نجري اللي داخل القوس، اللي هي 7 زايد 2 9، 9 قسمة 3 تساوي 3، إذا نشوف نمر عليها بسرعة. أول حاجة جرينا القوس الداخلي 5 زائد 30 35، بعدها أصبح القوس الخارجي عندنا داخله عمليات كبرى وصغرى، جرينا الكبرى أولا وبعدين جرينا الصغرى وبعدها اللي هي قسمنا وأعطتنا الناتج 3. إذا لخص اللي درناه في الملاحظة هذه، في حالة وجود هذا النوع من الأقواس، إذا نفك الأقواس الصغيرة اللي هي الداخلية داخل الأقواس الأكبر، بعدها نفك الأقواس الأكبر، وبعدها نجري العمليات الحسابية حسب ترتيبها كيف ما خديناها وزي ما قلنا سابقا. شوفوا معاي توا، عندي بنلاحظ أشياء هنا ونشوفوا شو بنستنتج. عندي هنا 2 زائد 4 كم تساوي؟ 6. و 4 زائد 2 بتساوي 6. شن صار أعزائي الطلاب الاثنين والأربعة؟ هنا الاثنين مكتوبة الأولى والأربعة الثانية، هنا العكس. إذا شن درنا؟ ترى فكروا، بدلنا الأماكن، 2 جت في مكان الأربعة والأربعة جت في مكان 2. باهي لما بدلنا الأماكن هل تغير الناتج؟ ما تغيرش، 6 6، يعني 2 زائد 4 هي نفسها 4 زائد 2. هذا في الجمع، باهي نشوفوا في الضرب، 4 في 2 ب 8. وهنا المفروض 2 في الأربعة 2 في الأربعة بكام؟ ب 8. إذا تخيلوا هذه المفروض تكون مكتوبة هنا 2 باش نوضح لكم نقطة أن لما نبدل الأماكن في عملية الضرب حيكون نفس الناتج، يعني 2 في الأربعة كام؟ 8، و 4 في 2 حتى هي 8. إذا شو بنلاحظ؟ أن لما نبدل الأماكن في عملية الضرب أو عملية الجمع لا يتأثر الناتج، وبالتالي نقدر نقول عملية الضرب والجمع عملية تبديلية. شوفوا، إذا التبديل في الجمع والضرب عددين لا يؤثر على النتيجة، وتسمى هذه خاصية الإبدال أو التبديل في الجمع والطرح، اللي هي أهي خواص مهمة للعمليات الأربعة، يعني الخواص للعمليات الأربعة متاع الضرب والجمع والطرح، هذه خاصية اللي خديناها توا وقلنا عليها خاصية شنو؟ التبديل، الإبدال أو التبديل هو معنى واحد، يعني واحد يجي في مكان الثاني. نشوف اللي بعدها، خدينا الجمع وخدينا الضرب ولا لا؟ توا نشوف الطرح، 2 ناقص 4 زي ما قلنا 2 بنشوف لي إشارتها، هذه موجبة وهذه الأربعة سالبة، إذا بنطرح ونضع إشارة الأكبر يعني أعطاني الناتج ناقص 2. هنا العكس، الأربعة هي الموجبة والاثنين هي السالبة، يعني بدلنا 4 ناقص 2 أعطتنا 2. إذا بدلنا الأماكن تغيرت إشارتهم، هل نفس الناتج وهل ناقص 2 هي 2؟ طبعا بكل تأكيد لا، إذا 2 ناقص 4 لا تساوي 4 ناقص 2. إذا شوفوا في التبديل في عملية الطرح، هل أعطاني نفس الناتج لما بدلنا الأماكن؟ لا، إذا الطرح عملية غير تبديلية. بعد نشوف القسمة، 2 قسمة 4 أعطتني نص،
4 قسمة 2 أعطتني 2، إذا شفنا بدلنا الأماكن، هل هو نفس الناتج؟ طبعا بكل تأكيد لا، إذا 2 قسمة 4 لا تساوي 4 قسمة 2، إذا عملية التبديل في القسمة غير صحيحة. إذا شوفوا معي عمليتي الطرح والقسمة ليست عملية تبديلية، يعني في الطرح والقسمة ما نقدرش نبدل الأماكن، لكن في الجمع والضرب نقدر نبدل الأماكن. باه توا شوفوا معي، خدينا خاصية التبديل، توا نشوفوا خاصية تانية. شو بتلاحظوا أعزائي الطلاب؟ عندي 2 زائد 3 زائد 4، هذه اللي هي عندي 2 زائد 3. بنراعي العملية معناه بنجري لداخل القوس، 5 زائد 4 عطتني 9. باهي شوفوا غيرنا أماكن الأقواس، 2 زائد 3 زائد 4، إذا بنجري العملية اللي داخل، يعني 2 زائد 7 عطتني 9. إذا شوفوا نفس الناتج ولا لا؟ لو جرينا 2 زائد 3 أولا وبعدين الأربعة، أو العكس 3 زائد 4 أولا وبعدين 2، يعطينا نفس الناتج اللي هي 2 زائد 3 زائد 4 تساوي 2 زائد 3 زائد 4. نفس الطريقة ينطبق على الضرب، 2 في 3 في الأربعة، 2 في 3 بستة في الأربعة ب 24، 2 في 3 في الأربعة ب 12 في 2 أعطتنا 24. إذا نفس الطريقة اللي هي لو جرينا الضرب العددين الأولين ثم الثالث، أو عددين الثاني والثالث ثم الأول، يعطي نفس الناتج. هذه الخاصية شوفوا معي، هذه العملية متساوية لا تغير من ناتج. شنو نسميها عملية الأقواس هذه؟ شنو نقول عليها؟ هذه تسمى بخاصية الدمج، يعني دمجنا هنا أولا، جرينا العملية أولا بعدين جينا هنا، أنا غيرنا، أو بمعنى آخر نسميها نقول عليها خاصية التنسيق، يعني نسقنا. أني نفضل التعبير خاصية التنسيق، يعني درنا عملية تنسيق، نسقنا، خدينا الأول والثاني بعدين الثالث، الثالث والثاني والثالث بعدين الأول. إذا هذه نقول عليها عملية التنسيق في الجمع والضرب. إذا نقدر نجري عملية التنسيق وين؟ في عملية الجمع والضرب، هذه خاصية التنسيق. شوفوا ناخذ مثال ثاني اللي هو نوع آخر، 3 في الأربعة زائد 5. شو بتلاحظوا؟ عندي 4 زائد 5 شن صار؟ صار توزيع 4 زائد 5 9، 3 في 9 ب 27. إذا جرينا العملية اللي داخل هنا أعطتنا 3 في 9 أعطتنا 27. باه 3 في الأربعة و 3 في الخمسة، 3 في الأربعة ب 12 و 3 في الخمسة ب 15 27. شن تلاحظوا أعزائي الطلاب؟ إن جرينا العملية اللي داخل القوس وضربنا في العدد الخارجي. باهي الطريقة الثانية شن درنا؟ شن صار؟ وزعنا 3 على الأعداد اللي داخل القوس، 3 في الأربعة و 3 في الخمسة. هل تغير الناتج؟ لا ما تغيرش. إذا 3 في 4 زائد 5 هي نفسها 3 في الأربعة زائد 3 في الخمسة، هذه نقول عليها خاصية التوزيع. نفس المثال في الطرح، 3 في الأربعة و 3 في الخمسة، 12 ناقص 15 أعطتني ناقص 3، أو 3 4 ناقص 5 ناقص 1 أعطتني ناقص 3. إذن الخاصية لاحظوا متساوية، فنلاحظ أن العدد اللي هو 3 خارج القوس وزع داخل القوس اللي هي نقول عليها خاصية الضرب، عملية توزيعية على الجمع. إذن أعزائي الطلاب والطالبات، اخدينا خواص اللي هي خاصية التبديل وخاصية التنسيق وخاصية التوزيع. ولاحظوا التبديل كان خاصية التبديل اللي هي تنطبق عليه عملية شني؟ الجمع والضرب، ولكن لا تنطبق على عملية الطرح والقسمة. خاصية التنسيق شفنا كيف ننسق، إن ممكن نجري عملية عددين، أول الأول والثاني ثم الثالث، أو العكس الثاني والثالث ثم الأول، اللي هي خاصية التنسيق. آخر خاصية خديناها اللي هي خاصية التوزيع على الضرب، اللي هي خاصية التوزيع على الضرب. وأعزائي الطلاب هذه الخواص يعني فيها استفادة في إسراع العمليات الحسابية
وتسهيل العمليات الحسابية. خليكم متذكرين الخواص إلى الحصة القادمة، ونشوفوا أمثلة كيف نطبق هذه الخواص وكيف نستفيد منها في الحصة القادمة بإذن الله. وإلى اللقاء في الحصة القادمة.